وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف المشعل. بعد التحية دكتور، هل لك أن توضح لنا أهمية منتدى خليج البحرين الجيو اقتصادي بالنسبة للبحرين من جهة والمنطقة ككل من جهة أخرى؟ المنتدى الجيو اقتصادي والاستراتيجية وهو ما ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاقتصادية برعاية مجلس التنمية الاقتصادية، يشارك فيه مفكرون كبار من مجموعة واسعة من مؤسسات الرأي العام العالمية في منتدى يتناول مناقشة أفضل الأساليب للتعامل مع المخاطر السياسية والاقتصادية الدولية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على كيفية فهم التفاعل بين المخاطر الاقتصادية والسياسية، ولتمكين كل من الحكومات والشركات من تطوير أساليب أرقى للتعرف على التحولات الجيواقتصادية والجيوسياسية في منطقة مجلس التعاون خاصة والعالم عامة، وبالأخص أن موقع البحرين في قلب دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط يمكنها من أن تكون الموقع المثالي لعقد حلقات دراسية مثل هذا المنتدى، واستضافة بعض من كبار المفكرين ليتدارسوا ما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة للحكومات والشركات. نعم دكتور، ما هو الجديد الذي سيقدمه المنتدى في نسخته الثانية؟ مع جميع التغيرات الحاصلة الآن في العالم وبالأخص في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط، يحتاج المحللين وواضعي السياسات إلى فهم مدى تعقد المخاطر في العالم الحديث، فتصوراتنا عن المخاطر والفرص ستستمر في الاختلاف إلى حد كبير في المناطق والأسواق العالمية وبالأخص في منطقتنا في منطقة دول مجلس التعاون، فبالتالي يمكن لهذه التصورات بحد ذاتها أن تكون سببا في سوء الفهم وسوء التقدير، ولهذا يأتي منتدى بهذه الأهمية في البحرين لتدارس هذه التصورات ومعرفة ما هي المخاطر وما هي الفرص المتواجدة في المنطقة وفي العالم، نعم. لدراسة أعمق في الجيو اقتصاد والاستراتيجية. نعم الدكتور يوسف المشعل المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.